مشكلة المخدرات من أخطر المشاكل الصحية الاجتماعية والنفسية التي تواجه العالم كلها، وطبقا لتقديرات المؤسسات الصحية العالمية، يوجد أكثر من 800 مليون من البشر يتعاطون المخدرات، والرقم في تزايد مستمر، ولعالمنا العربي حصة لا يستهان بها. هذا الوهم القاتل الذي انتشر بين شبابنا بشكل جنوني يهدد مجتمعاتنا، يهدد استقرارنا، وأيضا يهدد ثباتنا من الأسرة إلى المجتمع. كلنا مسؤول كي لا تخسر ابنك جراء جرعة زائدة، أو تنظر إليه من وراء القضبان، أو نزيلا بالمصحات العقلية. ما هو الإدمان لغة؟ الإدمان من مصدر لفعل أدمان، والمقصود به الاعتياد على فعل شيء معين عدة مرات. أما الاصطلاح يقصد به تكرار تعاطي المواد المخدرة الطبية أو المصنوعة. التعريف العام للمخدر ما هو؟ كل المواد والعقاقير التي تضر العقل والجسم وتسبب الأذى للفرد والمجتمع. هذا التعريف العام للمخدر. إن الأضرار التي تحدثها المخدرات على الصحة النفسية كثيرة جدا، فهي تؤثر على التفكير والعاطفة والذاكرة وعدم القدرة على التحكم بالذات. فالاستعمال المتكرر للمخدر يؤدي إلى التبعية لهذا المخدر، وبالتالي يصبح المدمن عبدا لهذه المادة التي يتعاطاها. أعظم ما وهب الله سبحانه للإنسان العقل، فهذا العقل هو المنارة التي تضيء له الطريق، هو المصباح الذي يضيء له الدرب في حياته، في عمله، في أكله وشربه، في طاعته وعبادته، في معاملته، في أخلاقه، في كل شيء. فالعقل هو رأس مال الإنسان، وهو ما ميز به الله سبحانه عز وجل الإنسان عن سائر المخلوقات. ولهذا كل شيء يمس بالعقل يخدره، يخمره، يغطيه، يعطله، يذهب بريقه، يذهب عمله، يعتبر شيئا محرما وخطيرا. ولهذا حرم الله الخمر، لأن الخمر من كلمة تخمير، يعني يخمر العقل بمعنى يغطيه ويحول بينه وبين العمل. والمخدر هو كذلك يمنع العقل ويصرفه عن التفكير، فخدر العقل بمعنى أذهب طاقته وأذهب نشاطه، خدر الجسم بمعنى منع عن النشاط، وخدر العقل بمعنى منع من التفكير ومنع من العمل ومنع من النشاط. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أي كل شيء يذهب العقل يعتبر مسكر، وكل مسكر يعتبر خمر، وكل خمر يعتبر حرام. فالمهلوس والمخدر والمانع للتفكير يعتبر خمرا، وبهذا يعتبر حراما. والآية واضحة وصريحة في هذا المجال، يقول رب العزة سبحانه عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لماذا حرم الله المخدرات؟ حرم الله المخدرات لأنها تؤثر على الإنسان، تؤثر على بدنه، وتؤثر على عقله، وتؤثر على فكره، وتؤثر على دينه، وتؤثر على علاقاته الاجتماعية. فالإنسان إذا تعاطى المخدرات يبدأ الجسد في الترهل والضعف، لأن المخدر هذا المهلوس يعني له تعاملات في يعني فيزيائية وكيميائية تؤثر على الجسد، وبالتالي قد يضعف الجسد. ولهذا تلاحظ يعني كل متعاطي المخدرات وكل شارب الخمر تراه كالح الوجه، مكسر الأسنان، مشوه الصورة، في حالة يرثى لها، لأن الله سبحانه عز وجل يريد الإنسان يكون في أحسن تقويم، لأنه خلقه في أحسن صورة، في أحسن مظهر. وبالتالي فمتعاطي المخدرات يؤثر على جسده، والله يريد لنا قواما رشيقا، يريد لنا صورة جميلة. وبالتالي يعتبر الخمر أو من بين الأسباب الأساسية حتى نحافظ على كيان الإنسان. ثانيا، الخمر أو المخدر يؤثر على العقل،
ويبدأ الإنسان يتصرف بكل عشوائية، يتصرف بكل باللا شعور، قد يقتل، قد يطلق زوجته، قد يؤذي أبناءه، قد يؤذي زملائه في العمل، لأنه فاقد الإحساس، فاقد المشاعر، فاقد التعامل، فاقد الأخلاق. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبة، أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما لي الآن لا أبدي النحيب. الإسلام طرح عدة حلول، حلول عملية حتى يتخلى هؤلاء المدمنون على إدمانهم وعلى تخديرهم وعلى خمرهم. لا بد من اختيار صديق. من بين أسباب المخدرات وشرب الخمر هو الاحتكاك مع المدمنين واحتكاك مع هذه الفئة، ولهذا الإنسان يجب أن يختار الصديق. الصديق أمر به الله سبحانه عز وجل في كثير من الأحاديث، نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصديق. الله تبارك وتعالى يأمرنا باختيار الفئة المؤمنة، اختيار الصديق الذي يدفعك إلى الخير وينهاك عن الشر. أما إذا عملية المغنطة، إذا احتك معدن بقطعة مغناطيسية فإنها تنقل إليه المغنطة، وإذا احتك شخص بمدمن سينقل إليه الإدمان، إذا احتك شخص بمدخن سينقل إليه التدخين. ولهذا عملية الاحتكاك لها دور كبير. فأنا أنصح الشباب من أعماق قلبي أن يختاروا الأصدقاء الأوفياء، أن يختاروا الأطهار من زملائهم. قال ربي إني اتخذت فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. ولهذا ضرورة اختيار صديق الذي يدفعك إلى الخير، يأمرك بالمعروف، ينهاك عن المنكر، ينصحك، يدفعك إلى ما يرضي الله سبحانه عز وجل. أما إذا اختلطت مع أي نوع من البشر فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، ولكن أي جماعة؟ الجماعة التي تدلك على الخير. الإنسان يختار السرب الذي ينضم إليه، يختار المجموعة التي يتعامل معها، يحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن هذه الفئة لأنها بطول الزمن تؤثر فيه. المخدرات كلمة قليلة الحروف قاتلة المعاني، لا تصحب معها إلا الدمار، سحقت في فلكها أحلاما وآلاما وقلوبا وعقولا ومبادئ وقيما وأفرادا ومجتمعات. إنها سلاح خطير بيد فاقدي الضمير، تفتك بالعقول فتعطلها، وتفتك بالأجساد فتهدمها، وتفتك بالأموال فتبددها، وتفتك بالأسر فتشتتها، وتفتك بالمجتمعات فتزرع الانحلال بها. إنها التيار الجارف والبلاء الماحق والطريق إلى جحيم السجون أو الجنون أو الموت المفاجئ. هناك بعض العلماء ينصحون في ضرورة التعامل مع هؤلاء. تاريخ يذكر لمالك بن دينار رضي الله عنه وأرضاه، كان في طريقه إلى المسجد فوجد شابا مرميا في قارعة الطريق والخمر يسيح من فمه وهو يردد كلمة الله الله الله. وكان مالك بن دينار إمام المسجد، فعاد إلى بيته وأحضر دلوا به ماء ومنديلا وثيابا، فغسل للخمار هذا وجهه حتى أفاق وبدأ يمضمض فمه ونزع ثيابه المبللة بالعفن والوسخ وألبسه ثوبا جميلا وأبعده عن قارعة الطريق. فقال له لما أفاق هذا السكير: أأنت إمام المسجد؟ قال: نعم. أو تصنع هذا بي؟ قال: نعم، لأني سمعتك تذكر الله، وكان الوعاء وسخا الذي هو الفم، فأردت أن أغسل هذا الوعاء حتى تخرج هذه الكلمة من مكان طائع. واصل طريقه وفي الليل رأى مناما. مالك بن دينار رأى في المنام أن صوتا يناديه ويقول: يا مالك، طهرت فمه من أجلنا، فطهرنا قلبه من أجلك. نعم، تاب الشاب.
لما ذهب في اليوم الموالي إلى بيت الله تبارك وتعالى وجد السكير أمامه في بيت الله فلم يعرفه، فقال مالك أأنت أنت؟ يعني أنت الشاب الذي وجدته بالأمس؟ قال نعم، ألم يخبرك عني ربي؟ تاب الشاب بفضل هذه المعاملة. والله خياتنا هذا يحتاجون إلى حضن، يحتاجون إلى معاملة، يحتاجون إلى ابتسامة، يحتاجون إلى وقفة، يحتاجون إلى رقة. فإنسان ما يكونش دائما قاسي، يعني مرات تسمعه يقول كلام بذيء، نعم تنهاه غير بلطف وكذا، ولكن كذلك يحتاج إلى من يهتم به. كانت عندي واحد تجربة مع بعض المدمنين، لا أذكر أسماءهم حفاظا عليهم لأن نحبهم ونبغيهم ودائما نتمنى لهم خير. الكثير منهم تاب وصار حمامة من حمامات المسجد بفضل هذه المعاملة الحسنة. والله كان عندي صديق قلت له عرضهم لي، جاب لي مجموعة منهم واستدعيتهم الغذاء وكبرت بيهم وعطيتهم قيمة وريحت معاهم وعطيتهم عمرولاتاي وقعدت أتحدث معاهم. فهذه المعاملة وهذا الإكرام وهذا الإحسان وهذا الرقة وهذا اللطف يصنع بينك وبينهم جسور، يشوف فيك ربما من بعيد يهابك، لكن إذا عرف تصرفك وعرف حبك وعرف رقتك وعرف طيبة قلبك وعرف أنك تحب له الخير. إحنا كنا نتكلم عليهم ولا ما مش معنا نكرههم، بالعكس نريد أن ننقذ أبناءنا، نريد أن ننتشي له من هذا الوحل، نريد أن نخرجه من هذه الظلمة حالكة. واحد مرة واحد طرحت له سؤال، قلت له الله يرحم والديك لماذا لجأت إلى هذه المخدرات؟ قال لي يا شيخ نتكلم معك بكل صدق، قال لي أنا تزوجت ورحت علي المرأة ودات وليداتها، ما لقيتش وين نسكن، ما لقيتش واش نخدم، لأن حتى مجتمعنا اليوم يتحمل مسؤولية، الإدارة نتاعنا تتحمل مسؤولية، الدولة نتاعنا تتحمل مسؤولية في هذه الوليدات، لا خدمة لا ردمة لا صدمة لا دار لا دوار لا والو، فكيف يعني؟ هو يريد أن يهرب من الواقع. قال لي مشات علي المرأة ومشوا علي الوليدات والبنيات، وليت نفكر وليت نخمم وليت نلقى روحي نتألم ونبكي كثير، فلجأت إلى هذه المخدرات هروبا من الواقع، لعلي على الأقل يرتاح ذهني من التفكير وأرتاح من هذه الأزمة النفسية الخطيرة. قلت له كم من سنة وأنت هكذا؟ قال لي أكثر من 10 سنوات. قلت له ما هي النتيجة؟ هل الهروب من الواقع؟ هل إطفاء العقل؟ هل إخماد التفكير وصل بك إلى حل؟ قلت له لا أعطيك الحل اللي راك وصل له سهوة، سنينات طاحوا، الشعر شاب، الوجه كحال، الصحة رشات. قلت له أي حل هذا؟ هذا مش حل. قال لي وش هو الحل يا أستاذ؟ قلت له لا أعطيك الحل وش هو؟ أن تلقي بنفسك في أحضان ربك، روح ربي هرب له، روح طبطب بابه، روح اغتسل ودوش وصلي المولانا وبكي له في السجود، بكي له يا ربي توب عليا، يا ربي أريد أن أتوب إليك، يا ربي أريد أن أعود إليك. له والله الذي لا إله غيره إن طرقت باب الرحمن سيحضنك الرحمن ويتوب عليك. قال عبدك بلي ربي يفرح بالتوبة عبادة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يكون على دابته عليها ماءه وماله فتضيع له في الصحراء فيتبعها فلا يجدها وييأس من الحياة وينام في انتظار الموت وإذا براحلته عند رأسه فيمسكها من خطامها ويقول قولة دون عقل أشكرك اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني يعكس باش يقول أنت ربي وأنا عبدي، يقول أنت عبدي وأنا ربك، فيضحك الله من هذا ويقول لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برجوع دابته. قل الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل ذنوبك يغفرهم لكم مولانا. سبحان الله، الإنسان يدير الزلازل ويدير الجرائم التي لا تغتفر وإذا تاب إلى الله وشهد إلى رب العالمين يبدل لها الذنوب حسنات. يقول تعالى في القرآن الكريم ويبدل الله سيئاتهم حسنات. وكما تدخل المواد الغذائية إلى الجهاز الهضمي ويتوزع على جميع أنحاء الجسم، كذلك تدخل المواد المخدرة وتتمركز داخل الجهاز العصبي، وبالتالي يظهر أثرها على الصحة الجسدية للمدمن. الجهاز العصبي هو الذي يتحكم بنبضات القلب وبجهاز التنفس وحركة الأمعاء وضغط الدم
فالمخدرات تتركز في الخلايا العصبية، فهي تذبذب دقات القلب وتؤثر على الجهاز الهضمي بفقدان الشهية، مما يؤدي إلى نقص الوزن والضعف العام. لماذا يرتبط الإدمان بالجريمة؟ من بين الجرائم المعروفة الموجودة على واقعنا: سرقة، اعتداء، اغتصاب، زنا المحارم، حوادث مرور، الانتحار، العنف بأنواعه. هل هناك علاقة ما بين جرائم المذكورة والمخدر؟ هل هناك دراسة أكدت هذه العلاقة أم لا؟ الإجابة نعم، هناك علاقة كبيرة ووطيدة بين المخدر والعودة إلى الجريمة، والجريمة والعودة إلى الجريمة. أصلا المخدر يقود إلى الجريمة ثم يقود إلى العودة إلى هذه الجريمة مرة أخرى. الحاجة الأول، الحاجة إلى المخدر تدفع المجرم إلى العودة إلى الجريمة. دلت الدراسات السابقة على صدق هذه الفرضية، على أن الحاجة للمخدر هي التي تدفع بالفرد إلى العودة إلى الجريمة، حيث أن نسبة 80% من عينة الدراسة التي العينة التي أجريت عليها الدراسة أكدت أن عودتهم إلى الجريمة نابعة من الحاجة للمخدر، يعني باش يجيب المخدر بتاعه خصه يسرق، خصه يعتدي، خصه يستعمل العنف باش يجيب الدراهم باش يشري المخدر بتاعه. 20% يستعملون السرقة، 30% يستعملون السرقة والضرب العمدي لجلب المال من أجل المخدر، من أجل جلب المخدر. الفرضية الثانية اللي هي: هل يعد التأثير النفسي للمخدر باعثا في العودة للجريمة؟ نعم، وذلك حسب الدراسات السابقة والتي أكدت على أن نسبة 50% من الأفراد يتعاطون المخدر قبل ارتكاب الجريمة، في حين أن 90% يرون أن ارتكابهم للجريمة يكون سهلا وهم في حالة تخدير، أسهل من أن يقوم بالجريمة وهو صاحي. عالم المخدرات شاسع أم ضيق؟ عالم المخدرات له بداية كما له نهاية. ما هو نهاية المخدرات أو المدمن؟ هل له نهاية سعيدة أم شقية؟ لا أظن ذلك أن له نهاية سعيدة. كما بدأها ببؤس سوف ينتهي ببؤس أشد، إما السجن وإما الجنون، لا ثالثة، لا نهاية ثالثة لها. لنتجنب الإدمان بصفة عامة، ماذا علينا أن نفعل؟ أول، من بين النصائح التي أريدها إليكم: تنشئة الاجتماعية السليمة، التربية الحسنة، الأخلاق. كلما الإنسان تعمق في هذه في التنشئة الاجتماعية السليمة كلما نجا بجسمه وجلده إلى بر الأمان. في حالة ما إذا الإنسان وقع في الإدمان، هل له أمل؟ نعم له أمل بالتكفل الطبي والنفسي الجيد مع وجود الرغبة لدى المدمن. التكفل الطبي النفسي لا يكفي وحده، بل يجب أن يكون هناك رغبة كبيرة من طرف المدمن للإقلاع، من أجل الإقلاع من المخدرات.
أيها الشباب، أريد أن أختار لكم عنوانا بعد حديثنا عن القرآن وعن الحديث وعن التجارب. أختار لكم عنوانا يجب أن تسطروا تحته بالأحمر خطوطا كثيرة: رحلة المخدر أسميها بداية النهاية. بداية النهاية، بداية قد تبدو مشرقة لكنها تنتهي محرقة، قد تبدو نورا وتنتهي رمادا، قد تبدو ثمرة وتنتهي مقبرة. أعرف إطارات، لما تعاطوا المخدرات هم الآن يجوبون الشوارع، يمدون الأيدي، يتسولون في حالة يرثلها، في منظر يرثله. هذه نهاية المدمن. أعرف أشخاصا كانوا ضباطا، لا أذكر أسماءهم، اعتزلوا المجتمع وقعدوا عايشين مع القطوطة وعايشين مع الفيران وماتوا شر موتى، شر موتى، ومنهم من حضرت في جنازته. شوفوا الشوارع العين الصفراء، شوفوا المقاهي نتاعها، شوفوا بعض النماذج التي تجلس في الطرقات وتتودد إلى الصدقات. ما السبب؟ السبب هو المخدر. شحال من واحد قتل وراه في الحبس محكوم عليه بالإعدام، شحال من واحد غاب، شحال من واحد تغير صورته، شحال من واحد يعني والله الذي لا إله غيره شباب مساكين ما ياخذوش الدروس. إنها بداية النهاية اللي بدا هذا الطريق، غير كما اللوطو كي تخرج من الطريق الوطني وتدي مولاها تديه لطريق وعر، واش غادي يصرى له؟ تخيلوا يعني واحد في دبلينو مشات عليه الطريق، يعني السيارة مشات به يمينا أو شمالا، إلى أين سيذهب؟ إما أن يرتطم بالجبل وإما أن يتدحرج في المنخفضات السحيقة. يا شباب، يا من لا يزال في بداية الطريق، الطريق وعر، الطريق صعب، الطريق به أشواك، إلى أين ستصل؟ أيها الشاب، إلى أين ستصل؟ ستصل إلى تفكيك أسرتك وذهاب صحتك وغياب هيبتك وزوال قيمتك وضياعك بين الناس. شوفوا إلى من أسبل شعره ومد يده، انظروا إلى من يمشي حافيا ممزق الأسمان ممزق الثياب. لماذا؟ لأنها بداية النهاية. صح، إن شاء الله ما نخليكمش تعيشوا في الخوف. بغي نغير العنوان، نسميه نهاية البداية. بغي تكمل باش تنطلقوا على انطلاقة واحدة أخرى، باش تبدي واحد البداية مع الله. عد إلى ربك، عد إلى رشدك، عد إلى عقلك، عد إلى تفكيرك.